حاضر، هناخد التليفون وبعد كده نرجع. ماشي لازم لازم ان شاء الله نشرح هذه الجملة. ان شاء الله. أم أمال، أهلا وسهلا، أهلا بيك، اتفضلي اتفضلي معلش انا اسفه بس المقاطعه. خالص، اتفضلي. كان بس عندي سؤال، هو دلوقتي لو حد مثلا فاته يوم كامل صلاه لظروف ما، فهيعيدها مثلا الصبح، هيصلي اليوم ده كامل. لما اصليه كامل، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، بعد العشاء الواحد مثلا يصلي الشفع والوتر قضاء عادي، ولا ما يصليهاش ويستنى ان هو يكمل اليوم بتاعه لحد ما يوصل للعشاء بتاعت اليوم ده ويصلي الشفع والوتر؟ لانه بيقولوا ان ما ينفعش حد يوتر في الصبح يعني، طيب او ماشي، كيفية قضاء سؤال حلو. الشفع والوتر ازاي؟ معلش حاضر بس ارجو الاجابة بوضوح حاضر يعني. حاضر. هي بتسأل، حلوة، أرجو الإجابة بوضوح ده قوي. شاطر، برافو عليكي. احنا برضو عايزين نعرف، هو احنا علينا قضاء للشفع والوتر اصلا او للنوافل؟ أيوة، علينا قضاء وسعيها ليهم، بقى للسنن. أيوة للسنن، بالظبط، أيوة. للنوافل علينا قضاء، طيب ولا لو عدوا خلاص؟ طب رسائل سريعة، لو واحد فاته صلوات يوم كامل أو يومين أو ثلاثة، أصليهم إزاي؟ صليهم بنفس الترتيب اللي فات، أدي واحد. اتنين، أوعى تستنى تقول هصلي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر ومغرب مع مغرب والكلام ده، لأ، اللي فاتوا مالهمش علاقة بالإيه؟ اللي جاي. بالموجودين. وتصلي بقى المغرب بعد الفجر، تصلي العشاء بعد الصبح، ده مالهاش إيه؟ مش مرتبطة بالتوقيت بوقت. الحاضر. دي قضاء. ده دين فأنت خلصوا. كده خلصنا من دي يا فندم؟ تمام. تمام. اتنين، السنن والنوافل اللي هي السنن قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العشاء والكلام ده، اقضيها السنن في كفتين، السنن كلها في كفه والوتر لوحده في كفه. السنن الفوائد تقضى، وعندنا دليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنه الظهر بعد العصر. النبي خلص الظهر صلى الله عليه وسلم وجاله ضيوف فاتشغل بيهم لحد العصر ما اذن، فصلى سنه الظهر البعديه اللي هم اللي بعد الظهر صلاها بعد العصر. فالعلماء قالوا بس كده يجوز ان انا اقضي ما فاتني من نوافل وسنن زي اقضي ما فاتني من ايه؟ من فرائض، وده حسب الاستطاعه وحسب التوقيت. خلاص كده؟ طب الوتر بقى، الوتر لا يكرر، لا يقضى، لان الوتر هو واحد في اليوم بس. ادي نقطه، يعني الوتر فاتني والفجر اذن عليا، لو قبل الفجر بخمس دقائق اصلي الوتر، انما ما صليهوش بعد الفجر خلاص. لازم الوتر ده اختم به اليوم. عارف العلماء قالوا الوتر ده يا فندم؟ قالوا الوتر، بعض العلماء، ودي مفاجأة بقى لحضرتك النهارده، قول، قالوا الوتر فرض زيه زي الصلوات الخمس. دي وبعضهم مفاجأة فعلا. ناخد الاقل الاوسط بقى، قالوا الوتر واجب، ما تركه رسول الله قط. سيدنا ابو هريره قال اوصاني خليلي بثلاث لم يكن يدعهن في حضر ولا في سفر. ها ايه؟ اللي هم بقى ان صيام 3 ايام من كل شهر، وصلاه الضحى، وان انام، وان اوتر قبل ان انام. ده مين اللي قال دي؟ سيدنا ابو هريره، ابو هريره حبيبنا. فالوتر ده في كفه لوحده. خلاص كده يا فندم. طب موضوع بقى الشفع والوتر، اولا من المفاجاه الثانيه الثقيله النهارده، فيش عندنا في الدين الاسلامي صلاه اسمها شفع. اهدى، مش عارف. طب واحد يقول لي الله، ده انا بقالي 100 سنه بقول نويت بنقول اصلي الشفع والوتر انت يا شيخ ركعتين احمد، شفع انت هتهزر؟ ده ربنا قال والفجر وليال عشر. ها، والشفع والوتر. الشفع هنا مش مقصود بيه صلاه الشفع. الله، امال ايه؟ لما نرجع للتفاسير بقى، ودي تخصصنا انا وانت بقى، الشفع كل عدد زوجي، ده بالمقصود بيه الايه. طيب والوتر ماشي، مقصود بيه الله هو الفرد سبحانه وتعالى، ده ارجح الاراء يعني، فيها كلام كتير قوي. طيب يعني معناها انه الشفع ينفع ركزي تتسمى ركزي بالشفع؟ بقى يا فندم، ينفع صلاه الشفع تسمى شفع شكلا وليس موضوعا. يعني الشفع ايه؟ العدد الزوجي 2 4 6 8، ده اسمه ايه؟ شفع. شفع. طب الوتر 1 3 5 9، يبقى اي صلاه زوجيه بنقول عليها الشفع شكلا. يعني الظهر هنقوله كده، الصبح ايه؟ الفجر. ها، شفع. والظهر شفع، والعصر شفع، المغرب، المغرب وتر، العشاء شفع. الله على حضرتك كده، تمام قوي كده، وصلت. طب ايه اللي جاب الشفع بعد العشاء بقى؟ مفيش حاجه بعد العشاء اسمها شفع، في حاجه اسمها بعد العشاء سنه ما بعد العشاء، انا توصل السنه. انما الشفع جت منين؟ على ان عشان السنه دي انها زوج، زوجية. ايوه زوجيه، وما بعدها ايه؟ وتر. فرض، فرض يبقى واتر. وبعضهم سنه العشاء ما لهاش علاقه بيها اصلا، ده بعضهم بيصلي الوتر 3 ركعات، ركزوا يا استاذ عفي دي قوي، بيصلي الوتر ايه؟ ثلاث ثلاث ركعات ركعات، فلو صلى 2 وسلم بقى دول شفع.
وجي مصلي واحده وسلم، بقوا الثلاثه وتر مع بعض، وممكن اصلي الثلاثه الوتر ثلاثه مع بعض بتشهد واحد، وممكن اصليهم اثنين غير السنه يا فندم. يعني اصلي اثنين واعمل نص زي لا المغرب؟ اسلم. اه اسلم. يبقى سنه العشاء في طب سكه. طب والوتر تجوز؟ ركزي في دي بس. الوتر تجوز ثلاث ركعات؟ سنه العشاء اللي بعد العشاء دي مالهاش علاقه بالايه؟ بالموضوع اللي انا بقوله ده خالص. ركعتين العشاء اللي بعد العشاء دول اسمهم سنه. ماشي ماشي خلاص. المسميات دي بقى لا مهمه. ليه؟ ما بقول لك شافعي اصلي الشافعي. ما هو شافعي يعني زوجي يعني في الاخر المعنى. ما فيش صلاه اسمها شافعي. ماشي احنا بنقولها ده المسمى بتاع. يصلون بتشهد واحد ورا بعض. بدون فصل. يا اما يفصل بيه تشهد ويسلم ويقوم يجيب واحد. ده ماشي. وارد عن النبي وده وارد عن النبي. طيب ماشي. هي بقى بتقول لك هتصلي في اي وقت؟ اي وقت. الخمس فروض ورا بعض مش مرتبط باي وقت. وبعدين تصلي معاهم السنن؟ لا ان كان في وقت واستطاعه. طب ما صليتش السنن خلاص؟ ان صليتها بس الوتر لا. ان صليتها فيها لك. ماشي ماشي. الوتر لا يقوى. طيب. لا يقوى.